على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق للإمام الأخضر بشرح العلامة شيخ المسلمين شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن القويسني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات، اللهم آمين. وصلنا في شرح السلم إلى فصل في التناقض. تناقض خلف القضيتين، تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. هذا هو التناقض. والتناقض بعد أن فرغ من ذكر أقسام القضايا شرع في ذكر بعض أحكامها أو شيء من أحكام القضايا، وهو التناقض. وبعد التناقض سأتكلم في العكس، لكن ما فائدة التناقض وما فائدة العكس؟ يعني لماذا نحتاج أو ما وجه الاحتياج إلى ذكر النقيض أو ذكر العكس؟ وجه الحاجة إليهما أن الدليل قد يقام على إبطال الشيء والمطلوب نقيضه. يعني مثلا أقيم الدليل على بطلان قدم العالم، لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب نقيضه، وهو إثبات حدوثه. إذن يقام الدليل على بطلان الشيء، لكن المطلوب هو إيه؟ هو نقيضه. واضح؟ وقد يقام الدليل على الشيء والمطلوب عكسه، فهذه هي فائدة التناقض وفائدة الإيه؟ العكس. المطلوب الذي يقوم الدليل على إبطال نقيضه يسمى قياس الخلف، فإنه ينتج له قياس الخلف نقيض المطلوب. ومثاله المثال أن تقول في الاستدلال على حدوث العالم: لو لم يكن حادثاً لم يكن متغيرا، لكنه متغير فهو حادث. إذن تعريف للتناقض الأول، تعريفه في اللغة: التناقض معناه في اللغة
وضع الشيء ورفعه، يعني إثبات الشيء ونفيه، أو تقول وضع الشيء ورفعه، أو إياب الشيء وسلبه، كل هذا تعريف للتناقض. أما في الاصطلاح، ما تعريف التناقض اصطلاحا؟ هو اختلاف قضيتين في الكيف، الإياب والسلب. شوف، تناقض خلف، تناقض خلف القضيتين في كيف، يعني القضيتان يختلفان في الكيف، يعني إحداهما موجبة والأخرى سالبة، أو سالبة وموجبة، ولكن يلزم صدق أحدهما فقط وكذب الآخر. ثم يأتي التلازم بينهما، وهو المسمى بالعكس. يبقى المقصود منهما ما لا يتوصل إلى إقامة الدليل على الشيء المقصود، لكن يمكن إقامته على إبطال نقيضه أو على صدق عكسه. وإذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، هذه هي الفائدة، أنه إذا بطل أحد النقيضين تعين الآخر، وإذا صدق أحد النقيضين كذب عكسه، فهذه هي الفائدة. وكذا إذا صدق أحد العكسين تعين الآخر، لأن كل منهما ملزوم لصاحبه وصدق واحد. زي ما أنا تكلمت الآن وقلت لكم الاستدلال على القديم ببطلان الحدوث، يعني نستدل على قدم المولى تبارك وتعالى بإبطال الحدوث أو بإبطال حدوثه، فنقول لو لم يكن الإله قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل، فالحدوث باطل، فتعين نقيضه وهو القدم، وهذا هو المطلوب. إذن عرفنا قيمة الاستدلال بهذا الباب والتناقض، فأثبتنا مثلا القدم المطلوب ببطلان نقيضه وهو الحدوث. فلما قال تناقض خلف القضيتين، تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر خفي، خفي يعني اتبع. فعندما قال تناقض خلف، خرج باختلاف غير القضيتين، يعني مثلا إذا كان الاختلاف في مفردين، فرس أو لا فرس، زيد لا زيد، هذا لا يسمى بالاصطلاح، لأن التناقض هنا لا بد أن يكون بين قضيتين، لا بين لا بين مفردين. ثم قال، عندما قال تناقض خلف القضيتين في كيف، عندما ذكر الكيف خرج بذكره الاختلاف بغيره، كالاختلاف بالكلية والجزئية أو الشرطية والحملية، فهذا لا يسمى تناقض بين القضيتين إلا إذا اختلف في الكيف، يعني واحدة منهما موجبة والأخرى سالبة أو العكس. فالآن نشرع إلى قراءة ما في الكتاب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التناقض.
فصل في التناقض وقدمه على العكس لأنه يعم سائر القضايا وهو لغة إثبات شيء ورفعه واصطلاحا يعني يعم يعم أما العكس يخص في قضايا لا تنعكس وفي قضايا تنعكس وسيأتي هذا في باب العكس لكن التناقض يعم فلهذا قدمه على الايه على العكس نعم وهو لغة إثبات شيء ورفعه واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله تناقض كلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي تناقض المبتدأ والمسوغ إرادة مفهوم اللفظ يعني لماذا يعني صوغ الابتداء بكلمة تناقض وهي نكرة وهنا يقول إرادة مفهوم اللفظ يعني ما يفهم من التناقض وليس إيه اللفظ خلف يعني اختلاف القضيتين في كيف يعني في الإيجاب والسلب نعم وصدق واحد أي واحدة من القضيتين والتذكير باعتبار كونها قولا يبقى لا بد في التناقض من الاختلاف في الصدق يعني ما هي شروط التناقض أول شيء خلف القضيتين يعني اختلاف القضيتين في الكيف يعني في إيه ما هو الكيف الإيجاب وإيه والسلب والشرط الثاني هو إيه صدق واحد يعني صدق واحدة يختلفان إيجابا وسلبا ولا تختلفان خلاص كده في الصدق يعني لا بد من صدق إيه واحدة فقط وصدق واحد أمر إيه قفي وصدق واحد أي واحدة من القضيتين والتذكير باعتبار كونها قولا يبقى إحنا عاوزين إيه صدق إيه واحد فقط وكذب الأخرى يعني صدق واحدة وكذب ليه وكذب الأخرى أمر لزم أو معنى إيه وصدق واحد أمر خفي يعني هجيب لك مثال مثلا لما أقول إيه كده زيد عالم زيد عالم زيد ليس بجاهل لا تناقض بين هاتين القضيتين مع انه فيهم مختلفين في الايجاب والسلب صح كده زيد عالم هذه موجبه زيد ليس بجاهل هذه سالبه حصل الاختلاف في الكيف او لا لكن لماذا لم يحصل التناقض لانه الاثنين صدق ما فيش لازم يكون الواحد واحد فقط صدق لما زيد عالم زيد ليس بجاهل لا تناقض إيه بينهما ليه لانه شرط التناقض ان يكون إيه صدق واحد امر قفي اي تبع دائما والمعنى ان التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف والحال أن صدق واحدة منها وكذب الأخرى أمر لازم فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين يعني لو كان الاختلاف بين مفردين ليس بين قضيتين لا يتحقق التناقض نحو زيد لا زيد والمفرد والقضية نحو زيد عم زيد عمرو قائم زيد عمر قائم يعني هنا ما فيش تناقض لأنه مفرد وقضية احنا عاوزين بين قضيتين لا بين مفرد ومفرد ولا بين مفرد وقضية وبقولنا في كيف يعني في إيجاب وإيه وسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية نحو كل إنسان حيوان بعض الإنسان حيوان يعني هل هنا في تناقض كل إنسان حيوان
بعض الإنسان حيوان، لأن الاختلاف بينهما ليس في الإيجاب والسلب، وإنما في الكلية والجزئية، وشرط التناقض أن يكون في الكيف لا في الكلية أو الجزئية، واختلافهما في الموضوع نحو زيد قائم، عمرو قائم، لا اختلاف بين القضيتين، لا تناقض فيهما. لماذا؟ ليه؟ لأنه الموضوع مختلف، احنا عاوزين الموضوع يكون واحد. واختلافهما في المحمول زيد قائم، زيد جالس، لما نقول كده زيد قائم وزيد جالس، هل هنا في تناقض؟ لماذا هنا؟ نعم، في اختلافهما في المحمول. وبقولنا وصدق واحد أمر كفي، اختلاف قضيتين لا يلزم صدق أحدهما، بل يجوز صدقهما أو كذبهما. فالأول كقولنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان. هذا ليس فيها تناقض، نحن عاوزين صدق واحد فقط، إنما صدقهما معا أو كذبهما معا، يعني صدقهما معا مثل بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه صادقة وهذه صادقة، نحن نريد صدق واحد، والثاني يعني كذب القضيتين، كل حيوان إنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه كاذبة وهذه كاذبة، نحن نريد صدق واحد. ولذلك في شروط لا بد من أن تتوفر في التناقض حتى يكون التناقض موجودا، لا بد من كم شرط؟ 8 شروط في ثبوت التناقض. تمام، أول شيء اتحاد الشرط، يعني كله اتحاد، اتحاد الشرط، اتحاد الموضوع، اتحاد المحمول، اتحاد الزمان، اتحاد المكان، اتحاد الإضافة، اتحاد القوة والفعل، اتحاد الكلية والجزئية. كم دولة؟ 8. يعني مثلا لو الشرط مختلف يبقى ما فيش تناقض، شفت كده؟ اتحاد الشرط. طيب اتحاد الموضوع، يعني مثلا لو أنا قلت علي صائم، فين الموضوع؟ علي. طيب لو قلت علي صائم ورحت قلت بكر ليس صائما، لا تناقض، لأن الموضوع مختلف. فشروط التناقض اتحاد الشرط، يكون الموضوع واحد. طيب اتحاد المحمول، لما أقول كده الخطيب في يوم الجمعة كان موفقا، الخطيب ليس موفقا، هنا في تناقض، لأنه المحمول متحد بس مختلف عن الثاني، هذا موجب وهذا سالب. إنما لو قلت كده الخطيب موفقا، رحت قلت الخطيب ليس طويلا، هنا لا تناقض، لأنه المحمول اختلف، فلا بد في التناقض من اتحاد الشرط، اتحاد المحمول، اتحاد الموضوع، اتحاد الزمان. يعني لو قلت لكم مثلا أنا صائم اليوم، شوف كده أنا لست صائما غدا، هنا في تناقض؟ لا، لأنه اختلف الزمان. لو قلت أنا صائم اليوم، أنا لست صائما اليوم، هذا تناقض، لأن الزمان واحد. إنما إذا اختلف الزمان فلا تناقض. كذلك المكان، لو قلت لك أنا لست موجودا أو أنا موجود في المسجد بعد العشاء،
أنا لست موجودا في المسجد بعد العصر، ما لا تناقض. ليه؟ لأن الزمان المكان اختلف. لو قلت أنا موجود في المسجد بعد العصر، لست موجودا في المسجد بعد العصر، هنا تناقض لأن المكان واحد. اتحاد الإضافة، خلاص كده، يعني يكون المضاف والمضاف إليه يكون واحد، تتحد الإضافة. اتحاد القوة والفعل، يعني بقول الطفل ليس رجلا، وروح بقول الطفل رجلا. الطفل ليس رجل بالإيه؟ بالفعل، ورجل بالقوة، فهنا لا تناقض، لأنه إيه؟ لما قلت رجل يعني إيه؟ بالقوة، ليس رجل يعني بالفعل. اتحاد الكلية والجزئية، بقول مثلا المنطق، المنطق كده إيه؟ صعب. المنطق ليس صعب. تقول لي ده تناقض، أقول لك لا، ليس تناقض، لأن أنا لما قلت صعب يعني بعضه، سهل يعني وليس إيه كله، وليس هنا اتحاد الكلية والجزئية. لم أقل كله صعب ولا كله إيه سهل، إنما لو قلت كله صعب كله سهل هنا تناقض. اتحاد الكلية واتحاد الجزئية، هذه هي شروط التناقض اللي كان. وبعضهم اكتفى بثلاثة فقط، قالوا ما فيش داعي نقول ثمانية، ممكن نخليهم ثلاثة، اتحاد الموضوع واتحاد المحمول واتحاد الزمان، خلاص. ويرجع بعض ما بقي إلى وحدة المحمول، وبعضه إلى وحدة الموضوع، واكتفى بعضهم في البعض قال ثلاثة، الموضوع والمحمول وإيه والزمان، واكتفى بعضهم بوحدة الطرفين وهو أقرب مما قبله. يعني بيقولوا يشترط في التناقض وحدة واحدة فقط، مش ثمانية ولا ثلاثة، وهي اتحاد النسبة الحكمية، بحيث يرد السلب على ما ورد عليه الإيجاب، إذ جميع الوحدات ترجع إلى هذه الوحدة اللي هي وحدة النسبة، فمتى اختلف واحد منها اختلفت النسبة، بل اتحاد النسبة بيقول مش يشمل الثلاثة أو الثمانية، يشمل أمور أخرى غير الثمانية، لا يتحقق التناقض إلا بها. يعني في البعض زاد على الثمانية، والبعض قال هي ثلاثة، والبعض قال كلها ترجع إلى واحدة، وهذه الواحدة اللي هي اتحاد النسبة تشمل الثمانية وتشمل أكثر منها. فمثلا ممكن نضيف شرط يبقى تاسع، اتحاد المفعول به والمفعول له والمفعول معه، واتحاد الايه الحال واتحاد الآلة. شوف كم حاجة دلوقتي، المفعول به وله ومعه بكم 11، والحال كم 12، والآلة وغير ذلك، يعني ممكن نوصلهم 20. إذ متى اختلف شيء من ذلك لم يكن تناقض، يعني مثلا لا تناقض في جاء زيد راكبا ولم يأتي زيد أي غير راكب، ما فيش تناقض. ليه؟ لأنه هنا إيه الشرط اتحاد الحال، يبقى هنا لم يتحد الحال، جاء زيد راكبا لم يأتي زيد يعني غير إيه راكب، وزيد آكل الخبز وليس بآكل اللحم. هنا إيه اللي اختلف؟ ما الذي اختلف هنا؟ المفعول به، أكل زيد الخبز، شوف كده، أكل زيد اللحم، هل في تناقض؟ إنه اختلف ليه المفعول به. يبقى التناقض معناه إيه؟ نفي الشيء وإثباته، خلاص كده؟ نفي الشيء وإثباته، بس يكون بإيه؟ النفي والإثبات. انتهى
تحت فيهما النسبة، يعني ما وقع عليه النفي هو عينه ما وقع عليه الإثبات، فهنا يكون إيه؟ تناقض. غير ذلك لا يعد تناقض. إذن جميع الشروط سواء كانت ثمانية أو أكثر ترجع إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى واحدة، ما هي؟ اتحاد النسبة الحكمية. ولذلك عد بعضهم لما نقوله مثلا نفي الشيء وإثباته، ولكن هذا باعتبار يعني نسبة مختلفة، باعتبارين مختلفين عدوا ذلك من المحسنات البديعية عند علماء البيان، ويسمى ذا الطباق، يعني إذا أثبتنا الشيء باعتبار ونفيناه باعتبار ليس هذا تناقض، بل هذا من المحسنات البديعية. مثل إيه؟ قال الشاعر: خلقوا وما خلقوا. كيف خلقوا؟ قال: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. هذا يعني كلام إيه؟ فيه بديع وفيه بلاغة. يعني يقول لك خلقوا وما خلقوا لمكرمة، يعني كأن الإنسان إذا لم يخلق من أجل مكرمة فكأنه ما خلق، يعني ما الفائدة من خلقه؟ خلقوا وما خلقوا، وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. يبقى إذن أثبت خلقهم باعتبار ونفاه باعتبار آخر، فليس في هذا تناقض. رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. يعني قال هؤلاء رزقوا، يعني أعطاهم الله الرزق ولكن لم يعطيهم سماح أو إنفاق الكرم. يعني رزقوا وما رزقوا سماح يد، يعني أعطاهم الله المال ولم يعطهم الجود أو الكرم، فكأنهم رزقوا وما رزقوا. هل هذا تناقض؟ لا. يعني ليه؟ لأنه اختلف المفعول له في الأول، أي خلقوا لغير مكرمة وما خلقوا لمكرمة، واختلف المفعول الثاني في البيت الثاني، أي رزقوا مالا وما رزقوا سماح يد، إذن فليس في هذا تناقض. يلا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل. يعني إذا كانت القضية شخصية، عارفين القضية الشخصية اللي هي الموضوع فيها مشخص أو معين، زي مثلا عمر بن الخطاب من العشرة المبشرين بالجنة، فالموضوع هنا فيها مشخص. أو مهملة، يعني مهملة ليس فيها سور، سواء كان سور كلي أو سور أو سور جزئي. فإن تكن أي القضية شخصية نحو زيد قائم. يبقى إذن القضية الشخصية والمهملة كيف ننقضها؟ كيف يتم التناقض فيها؟ بتبديل الكيف. فنقضها بالكيف أن تبدل، يعني بالاختلاف في الإيجاب والسلب، ولكن مع الاتفاق في الشروط الثمانية أو الشرط الواحد الذي أرجعنا الثمانية إليه. يبقى إن تكن شخصية، القضية شخصية، زي زيد كاتب، فنقضها أن تقول زيد ليس بكاتب. يبقى إذن ماذا تفعل؟ تبدل الكيف، بدل ما موجبة خليها سالبة،
والمهملة. مثلا الناس حضر، تقول الناس لم يحضر، تبدل الكيف، يعني تخلي الموجب سالب أو السالب موجب. كده أنت عملت نقض القضية الشخصية والمهملة. طب أما المسورة اللي فيها سور، فلا بد أن يزاد على الاختلاف في الكيف الاختلاف في الكم. يعني إذا لم يكن فيها سور ماذا تفعل؟ تفعل شيء واحد وهو تغير الكيفية. أما إذا كانت مسورة فلا بد من التغيير في الكم. يبقى إذا تزيد القضية المسورة اللي فيها كلية أو جزئية على تبديل الكيف، تبديل تبديل الكم. خلاص، يبقى إذا كيف ننقض القضية المهملة والشخصية بتبديل والقضية المسورة يزيد على ذلك تبديل تبديل الكم. خلاص يلا شو. فإن تكن أي القضية شخصية نحو زيد قائم أو مهمل نحو الإنسان حيوان، فنقضها بحسب الكيف أن تبدل أي كيفها. فنقيض الأولى زيد ليس بقائم، ونقيض الثانية الإنسان ليس بحيوان، وهذا في المهملة ضعيف. والصحيح أن نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف. فنقيض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان. وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. يعني إن تكن محصورة يعني مسورة بسورها، فعليك أن تنقض بضد بضد السور المذكور. وإن تكن أي القضية محصورة أي مسورة بالسور الكلي والجزئي، فانقض أي انقضها بضد سورها المذكور بعد تبديل كيفها. يعني الأول تبديل الكيف، ثم بعد ذلك تأتي بضد السور المذكور. يعني عندك مثلا الكلية موجبة، كلية، وإحنا الآن دلوقتي هندخل في المسورة، قلنا الشخصية، قلنا المهملة، أمر واحد وهو تبديل الكيف. أما المسورة الكلية الموجبة كل إنسان حيوان، كيف ننقضها؟ بنقيض الكلية الموجبة اللي زي كل إنسان حيوان، هي النقيض جزئية سالبة. كل إنسان حيوان هنقول بعض الإنسان ليس بحيوان. احنا ماذا فعلنا؟ غيرنا السور، بدل كل جبنا بعض. خلاص كده؟ وبدل الإيجاب أتينا بالسلب. طيب الجزئية الموجبة، بعض الإنسان فرس، وبالعكس وهكذا. يلا. فحينئذ يتفرع على ذلك ما ذكره بقوله فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. فإن تكن موجبة كلية نحو كل إنسان حيوان، نقيضها سالبة جزئية نحو ليس بعض الإنسان بحيوان. وإن تكن سالبة كلية نحو لا شيء من الإنسان بفرس، نقيضها موجبة جزئية نحو بعض الإنسان فرس. الآن دلوقتي وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. وإن تكن أي القضية محصورة يعني مسورة بالسور الكلي أو الجزئي فانقض يعني بضد سورها المذكور بعد تبديل كيفها. يتفرع على ذلك ما ذكره بقول فإن تكن موجبة كلية، يبقى كيف ننقضها؟ بالسالبة الجزئية. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية.
فإن تكن مجابهة كلية زي كل إنسان حيوان، ما هو النقيض؟ سالبة جزئية، ليس بعض الإنسان بحق. وإن تكن سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بفرس، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان فرس. فلما أقول لا شيء من الإنسان بفرس، أريد أن آتي بنقيضها، فأقول بعض الإنسان فرس. ما احنا قلنا إيه؟ صدق واحد، لا يصدق الإيه؟ الاثنان، يصدق واحد بس، فلا بد أن تكون فيهما إيه؟ واحدة كاذبة. فعندك هنا صور تناقض القضايا في الرسم، نقيض الشخصية ونقيض المهملة ونقيض الموجبة ونقيض السالبة. ملخص: نقيض الشخصية شخصية مخالفة لها في الكيف، نقيض المهملة مهملة مخالفة لها في الكيف. عند الكلية والجزئية ما الذي يحدث؟ يزيد أمر آخر وهو تبديل الكم. فنقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، وقيل الموجبة المهملة الموجبة نقيضها سالبة كلية، والمهملة السالبة نقيضها موجبة كلية، كما إيه قيل له. هذه فائدة ليه التناقض. يبقى إذن التناقض بين اثنين أو بين شيئين لا بد أن يكون مشتركا بينهما، لا ينفرد به أحدهما دون الآخر. وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. يريدون به أن تكون موجبة جزئية ونقيضها سالبة. فإذا قلت مثلا في الكلية الموجبة، مثال: كل حادث فهو فعل الله، أي مخلوق لله تعالى، فهذه كلية صادقة. كل إيه؟ كل حادث فهو مخلوق أو فهو فعل لله، هذه كلية ولا جزئية؟ كلية صادقة ولا كاذبة؟ طبعا عاوزين النقيض بتاعها، والنقيض بتاعها هيبقى إيه؟ الحادث ليس مخلوق لله أو ليس فعل الله، ده نقيضة. وإذا قلت في السالبة الكلية لا شيء من الممكن بواجب على الله، كانت كلية صادقة، ونقيضها الكاذب بعض الممكن واجب على الله. يبقى أحد النقيضين صادق والآخر لا محالة إيه؟ كاذب. يعني إذا كانت القضية كلية صادقة يبقى نقيضها لازم يكون إيه؟ كاذب. خلاص. يعني إحنا عندما قلنا إيه؟ لا شيء من الممكن بواجب، فهذه بالنسبة لعقيدة أهل السنة والجماعة كلية صادقة، نقيضها الكاذب بعض الممكن واجب على الله، وده يعتبر إيه ده؟ بناء على مذهب المعتزلة، لأنهم أوجبوا بعض الممكن اللي هو الصلاح والأصلح، جعلوه واجبا على الله تعالى. خلاص. لما قالوا يجب على الله، وهذا من الممكن هذا من الممكن، لكن جعلوه واجبا خلافا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. ومما يؤكد صحة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى ردا على اليهود عندما جاءوا بقضية كلية سالبة، عندما قالوا كما حكى الله تعالى عنهم إذ قالوا ما أنزل الله وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني كأن هذه القضية كذا، لا أحد من البشر أنزل الله عليه شيء، فهذه كلية سالبة، فنقضها الله تعالى بالجزئية الموجبة، فقال لهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فهم
ذكروا السلب والله تعالى نقضها بالإيه؟ بالإيجاب. يبقى إذن لابد يكون فيه سلب وإيجاب في المهملة وإيه؟ والشخصية. أما في المسورة يزيد إيه؟ شرط تبديل إيه؟ تبديل الكم. عاوزين يلا في خلاص التناقض هنبدأ في إيه؟ في العكس إن شاء الله تعالى. يعني هنا عاوزين نلخص الكلام اللي احنا قلناه. خلاص الأمر إيه سهل، يعني أصبح عندك إيه كم قضايا؟ أنواع القضايا أربعة: الشخصية والمهملة، وعرفنا إيه كيفية إيه التناقض اللي هو تبديل الكيف. وأما الجزئية والكلية فيكون مع تبديل الكيف تبديل إيه؟ تبديل الكم. فصل في العكس الإيه؟ المستوي. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. يلا فصل في العكس المستوي ولغة التبديل والقلب. واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله العكس قلب جزئي القضية، يعني احنا عارفين باللغة كلمة عكس يعني تحويل أو قلب. أما في الاصطلاح العكس غير التناقض. قلنا التناقض هو إيه؟ إيجاب الشيء وإيه؟ وسلبه، أو إثبات الشيء ورفعه. أما العكس هتعمل إيه؟ قلب الشيء، أن تجعل الأول آخر والآخر أول، أو تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. هذا هو العكس، يعني تبدل، تجعل الأول آخر والآخر أول، أو فوق تحت، تحت فوق، يمين شمال. هذا هو إيه؟ العكس. عارف اللي بيمشي في العكس في المرور أو زي كده. خلاص. وينقسم العكس إلى ثلاثة، هنتكلم في عكس مستوي وعكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف. فالعكس إيه؟ ثلاثة، ولكن المصنف اقتصر على الأول فقط اللي هو العكس المستوي. ليه؟ لكثرة استعماله، يعني اللي بيستعمل كثيرا هو العكس المستوي. لكن في عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. فعرفنا لماذا اقتصر المصنف على الأول، ليه؟ لكثرة استعماله. ولماذا سمي مستويا؟ لاستواء الأصل والعكس، يعني خلي الأول ثاني والثاني أول، مستويين في ذات الطرفين، يعني في نفس الطرف، يخلي ده مكان ده وده مكان ده، ففي استواء بينهما. كل ما في الأمر هيختلف الترتيب، يعني انت شوف هنا، هنا واحد جنبك، فنجيب بص كده اعمل ايه؟ اتي بهذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يبقى انا عملت عكس. خلاص؟ يبقى كل اللي هيختلف في العكس اللي هو ايه؟ الترتيب فقط. لكن الطرفين ايه؟ في استواء. خلاص؟ يبقى إذن سمي العكس مستويا لاستواء الأصل والعكس في ذات الطرفين،
وإن اختلف الترتيب. طيب بعد كده عندنا عكس تاني اسمه إيه؟ عكس نقيض موافق. لماذا سمي بهذا عكس نقيض؟ لوقوع التبديل فيه بنقيض الطرفين. يعني لم يقع التبديل بين الطرف والطرف، إنما وقع بين نقيض هذا، نقيض الأول ونقيض الثاني. يعني بدلنا الأول بنقيض الثاني والثاني بنقيض الأول، وسمي موافقا لموافقة العكس للأصل في الكيف. طيب عندنا بعد كده عكس النقيض المخالف، سمي عكس نقيض لكون التبديل في أحد الجزئين بالنقيض، ومخالف لمخالفة العكس في الأصل اللي هو الكيف. فالأول موافق وهذا إيه؟ وهذا مخالف. طيب إذن ما المراد بقوله والعكس قلب جزئي القضية، لكن في شرط مع بقاء الصدق والكيفية، يعني يبقى الصدق ويبقى الإيه؟ ويبقى الكيف. إيه مراده بقلب جزئي القضية؟ تبديل كل واحد من طرفي القضية بعين الآخر، ده اسمه عكس النقيض العكس المستوي، ده تبديل كل واحد من طرفي القضية بعين الآخر مع بقاء الصدق والكيف على وجه الإيه؟ على وجه اللزوم. يلا. العكس أي المستوي أي المساوي للأصل، وهو احتراز عن عكس النقيض، وسيأتي. أجيب مثال مثلا في عكس في العكس المستوي. قل اللي هنعمله هنبدل إيه؟ الجزئين، بس يبقى إيه؟ يبقى الصدق ويبقى الكيف. يعني إذا كان موجبة بعد العكس يبقى الإيجاب، وإذا كان الصادقة بعد العكس يبقى الصدق. فلو كذبت يبقى اختل شرط من إيه؟ أو لو كانت موجبة ثم أصبحت سالبة كلام ده في التناقض. في التناقض لازم إيه؟ ها؟ تناقض خلف القضيتين في إيه؟ في كيف. يبقى لازم الكيف يتغير، أما في العكس لا، الكيف يبقى والصدق يبقى، إنما في التناقض يبقى إيه؟ صدق إيه؟ أحدهما. يبقى أقول كده المثال، كل إنسان حيوان، عاوزين العكس المستوي، كل اللي هنعمله هنبدل، نجيب الحيوان مكان الإنسان والإنسان مكان الحيوان. كل إنسان حيوان يبقى العكس بعض الحيوان إنسان، الأول كان كل إنسان حيوان، عاوزين عكسها بعض الحيوان إنسان، فالصدق باقي والكيف إيه؟ باقي. فهذا هو العكس إيه؟ المستوي. هو قلب جزئي أي طرفي القضية بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة، حالة كونه مع بقاء الصدق في العكس، أي إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس وبقاء الكيفية التي كانت في الأصل، فإن كان الأصل موجبا فالعكس موجب، وإن كان سالبا فسالب. يعني زي كما هو في الأصل. والكم والكم إلا الموجبة الكلية فعوضوها الموجبة الجزئية. يعني إذا كان الأصل، قلنا الأصل بقى الأصل كل إنسان حيوان، لما نجي في العكس نقول بعض الحيوان إنسان، يبقى هنا فين أين الصدق موجود والكيف موجود، لكن ما الذي تغير؟ يقول لك والكم، يعني معناها هتبدل الكم إلا الموجبة الكلية، يعني مع بقاء الكم زي ما هو، يعني يبقى الصدق
ويبقى الكيف ويبقى الكم إلا في الموجبة الكلية. فإذا كانت موجبة كلية زي كل إنسان حيوان، لما نيجي نعكس مش هيبقى الكم، مش هنقول كل حيوان، لا هنقول بعض. فلماذا تغير الكم هنا لم يبقى؟ لأنها إيه؟ موجبة كلية استثناها. بيقولوا العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، يعني مع بقاء ثلاثة الصدق والكيف والكم، إلا إذا كانت موجبة كلية. هنا يتغير الكم لكن يبقى إيه؟ يبقى الصدق ويبقى الكيف. فعوضوها الموجبة الجزئية، يعني في العكس بتاعها تبقى إيه؟ موجبة جزئية ولا تكون إيه؟ كلية. واستثنى المصنف من بقاء الكم قوله إلا الموجبة، وحذف التاء للضرورة، يعني الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، كما أشار إلى ذلك بقوله فعوضوها أي المناطق الموجب الجزئية. خلاص كده هنقول خلاصة وبعدين نكمل في الدرس الجاي إن شاء الله. يبقى عندك الخلاصة إيه في العكس؟ إحنا القضايا كان أربعة، مش كده؟ يا إما موجبة الأربعة يا إما إيه؟ فهي إذن إلى الثمانية أيضا تصير كام؟ ثمانية. يعني إذا المهملة الشخصية الكلية الجزئية وكل واحدة إما أن تكون إيه؟ موجبة إما أن تكون إيه؟ سالبة. طيب الموجبات الأربع سواء كان الشخصية، هذه قاعدة أهم إيه من التكملة. الموجبات الأربع يعني الموجبة الشخصية، الموجبة المهملة الموجبة، الكلية الموجبة، الجزئية الموجبة، شوف كده الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية. يعني كل قضية موجبة وهي أربعة عكسها إيه؟ موجبة جزئية. خلاص ما تفكرش، طالما هي موجبة سواء كانت مهملة أو شخصية أو كلية أو جزئية، عكس كل ذا إيه؟ تنعكس إلى موجبة جزئية. والسوالب، السوالب الأربع شخصية مهملة سالبة جزئية سالبة كلية، لا ينعكس منها إلا الكلية، يعني السالبة ليه؟ الكلية. خلاص. والشخصية عكسها كلية إلا إذا كان محمولها كليا. خلاص. الشخصية تعكس كلية إذا كان محمولها كليا، فإن كان جزئيا فتنعكس كنفسها. إذن فالعكس صحيح في كل القضايا ولازم لها دائما بالصور السابقة، إلا في بعض المسائل اللي هي اجتماع القصتين والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع القصتين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية. ثم قال والعكس في هنكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل اللهم